يعني ناخد الاخلاق والدين دي ممكن تبقى مبدئيا كده نشوف يعني ما فيش مال. ناس كثيره قوي بكل اسف وخصوصا يعني لما جاءت الديانات السماويه اعتقدت ان الديانه القديمه اللي هي الديانه الامونيه والاوزوريه اللي هي ادريس ديانه وثنيه، لدرجه ان بكل اسف الكنيسه اعتبرت ان الحروف الهيروغليفيه حروف وثنيه، عشان كده تجد الكنائس دلوقتي حروف يونانيه، ولان الحروف اليونانيه ينقصها 7 حروف حلقيه و و الى اخره، فكملوا الابجديه اليونانيه ب7 حروف هيروغليفيه. طب ما تعمل ما تخليها كلها هيروغليفيه من الاول للاخر. ليه لا، انما الفكره ان الناس مش يعني الكنيسه في ذلك الوقت خافت من ان الناس تبص للديانه القديمه على انها وشي كده اتهموها بالوثنيه و و الى اخره، انما حقيقه الامر ما فيش. ده يكفي ان كلمه دين كلمه مصريه قديمه، من دي يعني 5 والنون شعيره دينيه قديمه. دي يعني 5 يعني دي او ديو يعني 5 5 5 5 النون شعيره دينيه الدين النون وما يسطرون والنون الازلي نون وما يسطرون، فدين معناها شعيره دينيه خماسيه، فكانت مصر الشعيره الدينيه والدين في مصر كان 5 التوحيد، وده منذ الدوله القديمه نجد على متون الاهرام بالمكتوب بالهيروغليفيه واو واحد احد نن سنو نن يعني نو ليس سنو يعني 2 ليس له ثاني ده في الدوله القديمه من الاسره الاولى. ده يعني تاريخه قد ايه يرجع لقد ايه بالظبط؟ 5619 و2000 يبقى 7000 سنه فاتت. 7000 سنه 2000 سنه ده موجود 2000 سنه مسيحيه 1400 اسلام 7000 سنه ديانه مصريه قديمه موحده على متون الاهرام. ده انا بجيب لك النص كما هو واو حتى كلمه واو دي يعني جت منها وان الانجليزيه، كلام كتير دخل العربي والانجليزي من مصر القديمه. صحيح. عندك بقى الصلاه كانت بر دوه، بر يعني بيت ودوه يعني الوضوء ولغايه الوقت اللي يحج ويقابل واحد من باكستان او بتاع يقول له فين البردو؟ البردو اللي هو بيت الوضوء. بر دوة بقت برضو بر دوة. وعندنا صورة لمينا هم كانوا يتوضوا كمان كان الوضوء والصلاة كانت بالسجود على الأسقان حتى يواجه الإله بوجهه، وكانوا صفوف صفوف وأمامهم واحد اسمه بالمصر القديم إمام اللي بقت إمام دلوقتي. يا سلام إمام يعني الإمام، وهم ساجدين ويصلوا كده كده اهو حتى يواجه الإله بوجهه. وجاء ذكرهم في القرآن. طب هل عندنا معلومة عن الوضوء ده كان شكله ايه؟ هل موجودة في كتب في الآثار؟ طبعا بالتفاصيل، وجايبها نديم السيار في كتابه المصريون القدماء أول الحنفاء، وهنا كلمة حنفاء كلمة مصرية قديمة. وفي القرآن الكريم في سورة الإسراء أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا. طب ما ايه؟ ومفيش حد بيسجد بدقنه غيره. كلمة صاو كلمة مصرية قديمة معناها يمتنع، والميم عن صوم كانوا يصومون 30 يوم ومن الفجر إلى غروب الشمس ويستقبلون شهر الصيام وحوي يا وحوي يوحى. يوحى اللي هو الملاك الذي يحرك القمر، ووحوي اللي منها واحة أو لاحة، اظهر أيها القمر طال اشتياقنا إليك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، احنا ما نستغربش. ما هي بالراحه على شويه كتب عليكم الصيام نزل علي تك تك كما كتب على الذين من قبلكم. طب ما هو احنا من اللي من قبلهم، اجدادنا اللي من القبل. القران الكريم نفسه مش قال كده؟ مظبوط وفي حديث نبوي ان كتب شهر رمضان صوم شهر رمضان على من قبلكم، يعني جاي بالتفصيل حتى رمضان ده احد الاحاديث، انما القران الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بلاش كده وكده بقى. حج كلمة مصرية قديمة معناها النور أو الضياء. وآز ما تيجي قواميس. طب هم زمان كانوا بيحجوا ويروحوا فين؟ مكانين، يا إما أبيدوس في جنوب سوهاج حيث قبر أوزوريس، يا إما الجزيرة، ما كانش اسمها الجزيرة العربية في ذلك الوقت. لأن يعني الذي بنى الكعبة الجزيرة برضو. الجزيرة يعني في الكعبة الكعبة اللي بناها إدريس
ادريس هو اول ما ده ما فيش مشكله لانه ابراهيم كان يرفع القواعد كان يرفع القواعد وكلمه كعبه كلمه مصريه قديمه بس تنطق كعبه دخلت في العربيه بقت كعبه ودخلت في الانجليزيه بقت كيوب مكعب كله خد من بعضه كله متاخد من بعض كعبه كيوب يعني فالحج حج يعني النور او الضياء يعني يروحوا قديدوس يحجوا او يروحوا الجزيره هنا او هنا يا الجزيره يا حيث الكعبه حيث الكعبه طبعا ده الغايه الخريطه بتاعت بطليموس اللي هو القرن الثالث الميلادي اسماء المدن كلها مصريه قديمه يعني مثلا الطائف هي اتريب واتريب هي بنها المصريه القديمه عندك مثلا مالاكاي اللي هي مكه وكان اسمها باكا با يعني الروح والكال امين وهي عندنا برضه اسمها بكه الروح الامين عندنا اسمها في القران بكه ما قالش حتى مكه المهم ان كلمه حج يعني نور واز في القواميس المصريه يحط كده حاجه زي الثمانيه ويكتب المتجه الى ساقين يعني واحد ماشي رايح الى فحج از او حجاز يعني المتجه الى النور فهي كلمتين مصريتين قديمتين حجاز يعني المتجه الى النور فاضل ايه فاضل معو وهي كلمه مصريه قديمه ارض الجزيره دي كانت خضيعه للفراعنه في مصر ولا كانت في طبعا امال ايه والمصريين راحوا لها مرتين يعني هم ما كانوش بيروحوا لها الا يعني حصلت في اللي هي عصر الاضمحلال مرتين بعد الاسره السادسه جزء كبير راح هناك وهم السابي وسابي معناها حكماء مصر هجروا في عصر الاضمحلال الاول بعد الاسره السادسه دهيا واتجهوا ناحيتين جزء راح للجزيره وجزء راح لما بين النهرين هنا اللي راحوا الجزيرة كان اسمهم الصابئة الحرانيين والذين راحوا لما بين النهرين الصابئة المندائيين مظبوط وعشان كده حتى جاء ذكرهم في القرآن الكريم في القرآن طبعا صابئة يعني حكماء مصر دول إن الذين آمن والذين هادوا النصارى والصابئين مرتين هي والنصارى الذين يعملون صالحا ويؤمنون بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صحيح والصابئين هنا مش معنى صبأة يعني الصبأة اللي هم الكفار لا دول ديانة دول ديانة صابئة يعني حكماء مصر ولذلك هم اتحطوا مع أهل الكتاب يعني اتحطوا مع أهل الكتاب يعملون صالحا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومرة تانية هاجروا بقى جزء برضو منهم هاجر أيام الهكسوس والحروب العنيفة اللي كانت موجودة للمؤرخين يقولوا توقفت النساء عن الإنجاب من هول المعارك برا وبحرا خرجوا يعني بدم كتير يعني الهكسوس اللي كانوا موجودين فزي ما انت شايف التوحيد موجود الصلاة موجودة الصوم موجود الحج موجود الزكاة موجودة ويمنعون الماعون النون شعيرة دينية ماعو معناها الزكاة يمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة مش معناها يمنع وعاء أو حاجة زي كده ده تفسير ابن كثير فوليوم في حد فسر كده وفي حد فسر كده مش الماعون يعني الماعون لا ابن كثير فوليوم 5 قال إن الماعون هو الزكاة يمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة في تفسيرات بتقول ان هو المقصود منه ان هو يعني تدي يمنعوا الحاجات اللي تساعد الناس الثانيه على الحياه يعني انما هي يعني انا بقول لك تفسير ابن كثير ابن كثير بيفسرها انها الزكاة يعني اللي اذكره بس لغايه دلوقتي انها فوليوم 5 بس صفحه كام مش انا بس عايز اركز على حاجه انا مع الدكتور وسيم قبل ما نعمل الفاصل ونخرج من هذا الموضوع ان كل ما يذكره الدكتور وسيم لا يتعارض اطلاقا مع الديانات الاخرى اطلاقا طبعا هو يكمل وقد يشرح مش كده تمام ويكفي ان صلاح جاهين نفسه قالها في كلمتين من ارضنا هل للايمان والدين عيسى ومحمد ثورتين خالدين من ارضنا هل للايمان والدين الدين صحيح